بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الفيديو اللي فات عملنا قصينا طقم 3 قرانيش من 3 جوانب موج البحر. الطقم ده انا هعمله 3 قرانيش بس قرانيش عادية، مش موج البحر، هعملها قرانيش عادية. بس هو في حاجة في المقاسات كده، انا هقول لكم المقاسات الطبيعية الاول وهقول لكم القماشة دي انا هعملها بكام متر. احنا عشان نعمل سرير 1.60 متر عايزين ناخد 165 للمخدة وخدادية، 165 لمخدة وخدادية وخدادية، وعايزين 55 خدادية التانية، وعايزين 165 للقرصة بتاعت السرير، قرصة بتاعت السرير، وعايزين 2.5 متر عشان نعملهم كرانيش داير ما يدور الكورنيش، او 1.5 متر عشان نعملهم ونشبكهم، بس مجرد ان احنا نشبكهم في الملاية ونعمل عليهم الشيفون، لان انا هعمل الطقم ده بشيفون. يبقى انا مش محتاجة ان انا اعمل الجزء اللي تحت ده بكرانيش، انا هكتفي بان انا اعمل الجزء اللي فوق هو اللي بكرانيش. يبقى انا محتاجة 1.5 متر بس، تمام. طيب لما اجي احسب المقاسات دي كده، طبعا عندي 2 متر او 3 متر، 3 متر دول شيفون، 3 متر شيفون. 3 متر انا عملتهم ازاي؟ مسكت عملت 60 سنتي، عملتهم 6 شرايط، عملتهم 6 شرايط كل شريط 10 سنتي. عشان اعمل بيه ايه؟ هعمل بيه الخداديتين والمخدتين، هركب للمخدتين والخداديتين، فانا عملت 6 شرايط، تمام. اللي اتفضل معايا من 3 متر قسمته على 5، هعمله 5 شرايط هشبكهم في بعض ويتعملوا الكورنيش داير ما يدور ال3 جوانب. يبقى انا معايا 3 متر، خدت منهم الاول حوالي 60 سنتي، اللي اتفضل قسمته عملته 5 شرايط. لما هم عند الاوفر، بس لما هيجوا من عند الاوفر هوريهم لكم، هقول لكم انا عملت فيهم ايه بالظبط بالتفصيل وهم قدامي، لكن هم لسه عند الاوفر هيجوا واحنا بنعمل التقفيل ان شاء الله بتاع الطقم. طيب لما نحسب شويه الحاجات دول كده اللي احنا كتبناهم هنا، هنقول 5 6 و6 12 و22 و1، يبقى 23، 23 5 متر. طيب احنا دلوقتي محتاجين 5 متر و35 سنتي او 5 متر ونص عشان نعمل الكلام ده. طيب صاحبة الطقم ده جايبه لي 5 متر بس، فانا هوفق القماش على اساس ال5 متر اللي صاحبة القماش جايبهم لي. هنعمل ايه؟ هناخد ال165 دول بتوع المخدة والخدادية، المخدتين والخدادية، وهاخد 50 بس فوقهم، يبقى هاخد 215، هاخد 215 دول هعمل بيهم المخدتين والخدديتين، تمام، خدديتين، تمام. طيب بعد كده هاخد ايه؟ هاخد 165 دي اساسية بالنسبة للقرصة، خلاص. يبقى معايا كام كده؟ ادي 0 و6 و1 7 8، ودي 3، يبقى خدت 3 متر 80، تمام، 3 متر 80. هيتفضل معايا 120، ال120 دول هقسمهم على 3 شرايط كل شريط 40 سنتي، وهعملهم هلف بيهم داير ما يدور الملاية القرصة اللي انا هبقى واخداها معايا، يبقى هيبقى كل شريط 40 سنتي. هيجي فوقه الشريط اللي هو بتاع الشيفون، هيبقى شريط 50 سنتي، هيجي فوقه يبقى هيغطي الشريط بحوالي 10 سنتي او 5 سنتي، مش هيبقى كتير يعني، مش هيعمل يعني قلق كده، هيبقى كويس، خلاص. يبقى احنا معانا 5 متر قماش، خدنا 2.15 للمخدتين والخديتين، خدنا 1.60 او هناخد 1.60 لقرصة السرير، الباقي هقسمه على 3، هطلع منه 3 شرايط عشان اعملهم في ال3 جوانب بتوع الملاية. بعد كده هركب عليهم الكرانيش دي، خلاص. هقص القماشات دي كده عشان انا المكان بتاعي بس بتاع التصوير ضيق، هقص القماشات وهرجع لكم تاني اوريها لكم هي معمولة ازاي.
انا قصيت كده القماش، قطعته بس فصلته من بعضه عشان مساحة بس المكان. عملت اول حاجة مسكت قسط 165 سنتي، دول قطعتهم عشان القرصة. هاجي من هنا كده، هاجي من هنا كده، انا عندي اهو 165 سنتي، هاخد الناحية اللي فيها الكنار كده اهو، الناحية اللي فيها الكنار اللي هي الطاووس دي، هاخد الناحية دي كده وهدور تدويرة بسيطة جدا عشان دي اللي انا هلف فيها دي اللي انا هلف فيها التلات كرانيش اهو، اللفة بتاعت الكورنيش. هاجي كده هاخد دايرة بسيطة جدا اهي، لان المراتب السفندة زي ما اتفقنا بتبقى فيها داير لف شوية كده اهي، دي من ناحية الطاووس كده عشان يبقى الطاووس محطوط عدل على السرير، والناحية التانية ناحية المخدة. خلاص دي القرصة بتاعة السرير. طيب خدت انا زي ما قلت لحضراتكم كده 2 متر و15، عملتهم قصيتهم عشان اعمل بيهم المخدات والخدوديات. هوريكم دلوقتي هنعمل المخدات والخدوديات ازاي. اللي اتبقى معايا كان حوالي 130 سنتي، عشان القماش كان فيه حوالي 10 سنتي زيادة، حوالي 130 سنتي قطعتهم كده على 3 شرايط، عملتهم 3 شرايط هنشبكهم في بعض في التقفيل اهو. قسمتهم 3 شرايط كده، كل شريط حوالي 43 سنتي، مش مشكلة لان احنا لسه هنغطيه بالشيفون. دول ال3 جوانب اللي احنا هنركبهم للملاية. خلاص طيب معايا 2 متر و15 اللي هنعمل بيهم المخدات والخدوديات. قطعت منهم الاول 53، احنا اتفقنا ان الخدودية ممكن تبقى 55 وممكن تبقى 53، نعمل حساب الخياطات بس. انا معايا اهو دول 53، والباقي عملتهم في اكياس المخدات. برضو هاجي هنا كده في جنب القماش، اخلي البرسل كده على يميني كده، وهقطع 53 سنتي قد دول بالظبط. انا ممكن حتى اقيس على ده عشان يبقوا الاتنين قد بعض بالظبط، ما يبقاش فيهم نقص او زيادة، ونبقى عايزين نشيل الزيادة من الناحية اللي هي زيادة اهو. اقيس على دول كده اهو كده كام اهو، حوالي 53 سنتي. هخلي البرسل كده على يميني او على شمالي، وهمسك اشق القماش كده اهو، بسم الله كده، وهنشق القماش بالطريقة اللي احنا متعودين عليها اهو. هخلي دول عشان اعمل بيهم الخدوديات. هاجي للجزء التاني ده، دول المخدتين اهو، لما انا احط القماش كده على بعضه اهو، اهو بحط القماش كده على بعضه اهو، بيديني كام؟ 90 سنتي. القماش طبعا احنا اتفقنا ان القماش الثري دي رخص شوية، لكن هما كنزوه مش عارفة ليه، يعني هما يقللوا من حقه 5 جنيه وبعدين يكنزوه، ف يعني الحكاية دي مش عارفة ليه. يعني المهم ان دي 180 قسمتها نصين بقت 90 سنتي في 163 اللي احنا اخدناهم اهو. شقينا كده، لازم واحنا بنشق، الناس الجديدة معانا لازم واحنا بنشق القماش يكون البرسل على يمنا او على شمالنا، ما ينفعش اخلي القماش كده من فوق او من تحت واشق، القماش هيورب مني. لكن كده لما يكون البرسل على يمنا او شمالنا بنشق عادي اهو. اهو كده دول معايا المخدتين تمام. طيب هاجي هنا للجزء ده، هاخد من الجزء اللي انا قطعته ده، هاخد منه 75 سنتي الوش خدادية و75 سنتي الوش خدادية. اشوف الاول الشكل ده هيبقى احسن ولا الشكل ده. طبعا هي القماشة دي 3D، لكن صاحبتها جايبة 5 متر، فاحنا لو احنا عايزين نعمل الرسمة ونطلع الرسمة والكلام اللي احنا بنعمله في الخدوديات كان هيتطلب مننا ان احنا نزود القماش، هي مزودتش القماش وجايبة 5 متر وعايزة تعمل بيهم ملاية داير ما يدور 3 جوانب. فطيب خلاص ماشي، احنا هنعمل على اساس اللي ماشي. فهو الشكل ده الى حد ما كويس شوية، احنا هناخد منه 75 سنتي اهو،
و75 سنتي، اهو 75 سنتي، هتنيها 3 مرات اهو. انا تنيت القماش كده 3 مرات، هيبقى معايا 3 اجزاء، كل جزء 75 سنتي. هحاول بس اشيل الجزء ده كده، لان احنا كده كده هيطلع معانا حتة من جنب القماش مش هنعمل بيها حاجة. اشيل الجزء ده كده، ازود بقى شوية كمان عشان الجزء اللي انا شيلته ده، اهو هزود كده شوية، باجي كده اهو وباخد كده اهو. كده انا معايا 3 اجزاء، هقص كده اهو. بسم الله، وهقص الجنب التاني، في حتة طلعت زيادة معايا هنا كده اهي، هشيلها مش هعمل بيها حاجة. ومعايا كده الناحية التالتة، وانا بخيط ان شاء الله هنقي الوشين اللي يعجبوني، اعملهم وشين للخدادية. ده القماش كده على ظهره اهو، هنقي الوشين اللي شكلهم حلو اطلعهم على الخدادية، والوش التالت ده هعمله ظهر ليها. يبقى انا كده محتاجة ظهر تاني. انا كده معايا 3 اجزاء، جزئين هعملهم وشين، محتاجة من القماشة دي اهي محتاجة 75 سنتي اعملها ظهر اهي كده. وبعد كده محتاجة 50 سنتي او 40 سنتي اعملهم قلاب اهو كده. الجزء اللي طلع معايا ده انا ممكن اوصله في الاجزاء بتاعت الملاية، الشريط بتاع الكرانيش، عشان مرمهوش، لان هو طلع معايا زيادة، فانا عشان مرمهوش هوصله بالجزء بتاع الكرانيش. والجزء ده كده انا هقلبه اهو، هعمل دول كده قلبين قلبين اهو كده، قلبين للخدودية. اهو بكده بيكون الطقم اتقص معانا. ولسه القماش الشفون عند الاوفر، لما هيجي ان شاء الله هقفل معاكم الطقم ده. هنعمل كورنيش دايل ما يدور الخدادية، وهنعمل 3 جوانب كرانيش للملاية. هنشوف هنعملهم ازاي. اتمنى يكون الفيديو واضح. هو الكرانيش دي طبعا قماش اقل، بس زي ما قلت لكم كده صاحبة القماش هي جايبة 5 متر عايزة تعملهم، احنا لو هنعمل هنزود القماش شوية وهناخد المقاسات زي ما قلت لكم في اول الفيديو. استنوني بقى في فيديو التقفيل ان شاء الله، شكل الطقم هيبان اكتر ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.